تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات، النموذج الأول، سنقوم بحله معا. أولا، التمرين الأول، أتمم شريط الأعداد تصاعديا. إذا لدينا الشريط نتممه بالأعداد، أعداد ترتيب تصاعدي. لدينا 91 و 99، إذا نقوم بإتمام الشريط. 91 تصاعديا، أحسنتم. 92 يليه، 93 يلي جيد، 94 أحسنتم، ثم 95، 96 جيد، نواصل، 97، 98، 99، 100. إذن الشريط ترتيب تصاعدي، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99 و 100. ننتقل إلى التمرين الثاني. اكتب العملية عموديا واحسب. إذا لدينا عمليات نكتبها عموديا ثم نحسب النتيجة. العدد الأول 25، العملية الأولى 25 زائد 12 زائد 21، نكتبها عموديا. 25 زائد 12 زائد 21، وحدات مع الوحدات والعشرات مع العشرات. نقوم بعملية الجمع، تساوي 5 زائد 2، 5 نضيف لها 2، 5 6 7، نضيف 1 7 8، إذن تساوي 8. العشرات 2 زائد 1 3، نضيف لها 2 3 4 5، إذن تساوي 8 و 5. نكتب النتيجة، تساوي 8 و 5. العملية الثانية نفس الشيء، نكتبها عموديا. 75 زائد 12، 75 زائد 12، دائما الوحدات عشرات، تساوي 5 زائد 2، 5 نضيف 2 5، 6 7، 7 زائد 1 أحسنتم، تساوي 8. النتيجة هي تساوي 87. العملية الثالثة، عملية الطرح، 89 ناقص 46، هنا نطرح 6 ناقص 9 ناقص 6، من 6 نطلع إلى 9، 6 6 7 8 9 تساوي 3، هنا من 4 نصعد إلى 8، 4 5 6 7 8، 4 5 6 7 8 تساوي 4، 4 1 2 3 4، إذن تساوي 3 و 4. العملية الرابعة نجريها عموديا، 75 ناقص 72، نفس الطريقة، 5 ناقص 2 2 نصعد إلى 5، 2 3 4 5 تساوي 3، 7 ناقص 7 تساوي 0، إذن 75 ناقص 72 تساوي 3، 0 هذا لا نكتبه، تساوي 3. إذن أجرينا 4 عمليات، 25 زائد 12 زائد 21 تساوي 58، 58، 75 زائد 12 تساوي 87، 89 ناقص 46 تساوي 43، 75 ناقص 72 تساوي 3. ننتقل إلى التمرين الثالث. أكتب العدد، التمرين الثالث، أكتب العدد الذي يسبق والذي يلي. لدينا 77، 99، 95، العدد من هنا يسبق ومن هنا يلي، إذن هنا لدينا العدد 77 الذي يليه، أحسنتم، 78 الذي يليه، جيد، 79، نراجع، 77، 78، 79، هنا لدينا 99 العدد الذي يسبق، جيد، 98، والعدد الذي يلي 99، جيد، 100، نراجع، 98، 99، 100، هنا لدينا 55 العدد الذي يسبق، أحسنتم، 54 يسبق 53، ونراجع من هنا 53، 54، 55، صحيح، 98، 99، 100، 77، 78، 79. انتهينا من التمرين الثالث.
ننتقل للتمرين الرابع. قارن بين العددين ثم ضع الرمز المناسب. لدينا عددين، نقارن بينهما، من هو العدد الكبير أو العدد الصغير، ثم نضع الرمز. الرمز هو لدينا أكبر أصغر تساوي، هذه هي الرموز. نضع أحد الرموز هنا بعدما نقارن بين العددين. 82 82 نقارن بينهما، 82 نفسها 82، إذن متساويين. الرمز المناسب هو تساوي، 82 يساوي 82. العددين 75 45 نعين منزلة العشرات ونقارن العشرات. 17 14، إذن 17 أكبر من 14، بالتالي 75 أكبر من 45. نضع الرمز أكبر، هذا أكبر. 38 54 عددين، نعين منزلة العشرات. 13 15، إذن 13 أصغر من 5، 3 أصغر من 5. 38 نضع الرمز أصغر من 54. نراجع، 82 تساوي 82، 75 أكبر من 45، و 38 أصغر من 54. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله. والسلام عليكم.